نروح لتاني خبر معانا وعن سيدات كرة اليد. لا شكلها وبنبارك لهم بعد كده تخلص بقى. لا عشان ما تخلصي عشان كده كتير. ببطولة كأس مصر على حساب نادي الشمس في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وقدم النادي الأهلي عرضا قويا خلال المباراة النهائية بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 18-11. وصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى 28-19 بفضل الدفاع قوي على الدائرة والمرتدات السريعة تحت قيادة مدربه محمد يوسف ليحسم اللقب المحلي لصالحه. طبعا كابتن محمود الخطيب حرص على رئيس النادي طبعا على تهنئة اللاعبات وتهنئة الفريق الأول لكرة اليد وجهازهن الفني والإداري والطبي بالفوز بكأس مصر بجانب بطولة الدوري التي حققها الفريق قبل أيام. وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبات وروحهن العالية والإصرار على المكسب والجمع بين البطولتين، وقال أن الفوز يحمل الفريق مسؤولية كبيرة ويزيد من تطلعاتنا نحو التتويج بالبطولات القارية.